لقبي. هذا هو اذا الحكم عادل النقبي يقود دخول اللاعبين كريستيانو رونالدو من جهه واحمد باسل من جهه اخرى، قائدي الفريقين في اجواء جماهيريه ناريه وهستيريه لجماهير النصر. اخضر اللون العراقي باصفر اللون السعودي من اجل مكان في الدور النهائي. المدرب احمد صالح الذي عشرتها التذكير بالتشكيلتين، النصر نواف العقيدي في حراسة المرمى الواسعة وأسكن أهله وذويه طبعا سليمان الصبري والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. كريستيانو رونالدو إمبراطور الكورة، هذا رونالدو الأسطورة يبدأ بضربة الأيبري. أندرسون تاريسكا رائع اللقطة، تعدي لبرازوفيتش، حكم يعود يأتي الفرصة، يأتي الفرصة والمخالفة. عادل النقبي الإماراتي 43 عام لما عرفني العالم، عالية الكرة، هذه الكرة خطورة، والحارس أحمد باسل، فرصة كبيرة لفريق النصر، والحارس أحمد باسل الحارس المناسب في المكان المناسب. لم يكن قادر سؤال تاريسكا، تاريسكا يراوغ بعد 9 مواسم في انتر ميلانو، رونالدو رونالدو وكأنه عمره 20، رونالدو بكل الحنين، رونالدو متألق من سنين. أتي بروزوفيتش، رونالدو بروزوفيتش، نجوم عالمية في هذه الأوقات الكروية. بروزوفيتش، رونالدو، كريستيانو يحاول المرور، رونالدو والتسويب من ساديو ماني. أي أسماء عالمية بألوان عالمي، أي أسماء عالمية. ماني بعيدة، بعيدة الكرة على بروزوفيتش، تسرع السنغالي أسد التراتي السنغالي في هجمة خطيرة لفريق النصر. ماني، ماني لعبد الزهرة مرة أخرى، محاولة التصويب، التصويب قوي بجانب الحارس نواف العقيدي، صيد الموقف حاكم الزمان في هذه المباراة. رونالدو اللي طالب بالركنية، أنا تاليسكا، التصويب، والحارس أحمد باسل، يسارية برازيلية قوية ونارية، والاستماتة لأحمد باسل. كرة رائعة بروزوفيتش، يعدي رونالدو، رونالدو جول، رونالدو رونالدو رونالدو، هو هو رونالدو إمبراطور الكورة، رونالدو الأسطورة، خيال كل الخيال، دلال كل الدلال، أكبر قناص يلعب. يلغى الحكم، يلغي الهدف للتسلل، يلغى الهدف للتسلل على رونالدو. تبقى النتيجة بين، وهذه كورة من سنين ما شفناهاش، التصويب على العارضة، أي 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 أي، كورة برازيلية. أليكسيس عبد الله مادو، إصابة سيكو فوفانا، سيكو فوفانا الحكم الإماراتي علي النقبي يعود بالكرة، عبد المجيد مبكر، رونالدو كرة، المطالبة بماذا؟ ساديو ماني يسقط في منطقة الجزاء، واحتقان جماهيري. تاريسكا، تاريسكا، ورونالدو
غريبة عجيبة وغريبة. رونالدو ينهي الشوط الأول بإذاعته لهدف محقق. كريستيانو رونالدو لا يفيد الندم في مثل هذه المحنة. حان وقتها الآن وتبدأ الفترة. كرة التسويب ونواف العقيدي عراقية أليكسيس. كرة بعيد ساديو ماني عاد الكرة فوفانا يوسع وأحمد باسل رايح اللقطة يوسع القنام رونالدو والحارس الباسل رونالدو في التصويب أحمد باسل في الدفاع غنام غنام بعيدا لرونالدو أندرسون تاليسكا فوفانا فوفانا يضيعها مرة أخرى فرصة تضيع على فريق النصر. تصويب ممكن وتدخل من الدفاع رجع أندرسون تاليسكا ركنية بالكؤوس فوفانا فوفانا ومرة أخرى يضيع الكرة إيس ماني مرة أخرى يعدي بامتياز حكم يعطيش مخالفة بروزوفيتش بروزوفيتش والكرة بالرأس من فوز الجاسم بكل برود الدم لحارسو أحرم لويس كاسترو ماني 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 يفعل الصاب ويلغي الصاب ساديو ماني ماني مرة أخرى والدخول في منطقة الجزاء الحكم يطالب باللعب الجنوبي والحكم الآن الإماراتي يعلن على ضربة جزاء يتقدم رونالدو جول 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 كريستيانو رونالدو إمبراطور الكرة هو رونالدو الأسطورة كامل الأوصاف فتن كل الناس بالقدمين يضرب بالرأس.